السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بطلبة الصف الأول الابتدائي، لنا لقاء جديد مع درس جديد من دروس اللغة العربية، وهو بعنوان ياء الملكية. درس اليوم يا أبنائي هو بعنوان ياء الملكية. ياء الملكية هي ياء تقف بعد الاسم لتجعل الشيء الذي أتحدث عنه ملكي. مرة أخرى، ياء الملكية هي ياء تقف بعد الاسم لتجعل الشيء الذي أتحدث عنه ملكي. أي ياء الملكية هي ياء تأتي نهاية الاسم لتجعل الشيء ملكي، مثل كلمة كتاب بعد إضافة ياء الملكية كتابي. نلاحظ أن كلمة كتابي تنتهي بياء ملكية، ويدل على أن الكتاب أصبح ملكي. كلمة قلم بعد إضافة ياء الملكية قلمي. نلاحظ أن كلمة قلمي تنتهي بياء الملكية، جعلت القلم ملكي. مثل كلمة فصل بعد إضافة ياء الملكية فصلي. نلاحظ أن كلمة فصلي مضاف إليها ياء الملكية، وياء الملكية في آخر الكلمة، وأصبح الفصل ملكي. مرة أخرى، ياء الملكية هي ياء تقف بعد الاسم لتجعل الشيء الذي أتحدث عنه ملكي. مرة أخرى، ياء الملكية هي ياء تقف بعد الاسم لتجعل الشيء الذي أتحدث عنه ملكي، مثل كتاب بعد إضافة ياء الملكية كتابي، قلم بعد إضافة ياء الملكية قلمي، فصل بعد إضافة ياء الملكية فصلي. ملحوظة هامة جدا، عند تحويل كلمة تنتهي بتاء مربوطة عند إضافتها بياء الملكية، تحول التاء المربوطة إلى تاء مفتوح. مرة أخرى، ملحوظة هامة، عند تحويل كلمة تنتهي بتاء مربوطة وإضافة لها ياء الملكية، تحول التاء المربوطة إلى تاء مفتوحة، مثل كلمة مدرسة. نلاحظ إن كلمة مدرسة تنتهي بتاء مربوطة، بعد إضافة ياء الملكية أصبحت مدرستي. نلاحظ يا أبناء أن التاء المربوطة تحولت إلى تاء مفتوحة. مثل أيضا كلمة حقيبة، نلاحظ إن كلمة حقيبة تنتهي بتاء مربوطة، بعد إضافة ياء الملكية تصبح حقيبتي، تحولت الياء من التاء المربوطة إلى تاء مفتوحة. أيضا كلمة لعبة، نلاحظ يا أبناء أن كلمة لعبة تنتهي بتاء مربوطة، عند إضافة لها ياء الملكية لعبتي، حولت التاء المربوطة إلى تاء مفتوح. مرة أخرى، درس اليوم يا أبنائي هو بعنوان ياء الملكية. ياء الملكية هي ياء تقف بعد الاسم لتجعل الشيء الذي أتحدث عنه ملكي، مثل كتاب أصبحت كتابي، قلم قلمي، فصل فصلي. الملحوظة هامة جدا، عند تحويل كلمة تنتهي بتاء مربوطة وإضافة لها ياء الملكية، تحول التاء المربوطة إلى تاء مفتوحة، مثل مدرسة بعد إضافة ياء الملكية مدرستي. ونلاحظ أن تم تحويل التاء المربوطة في كلمة مدرسة إلى تاء مفتوحة في كلمة مدرستي. كلمة حقيبة تنتهي بتاء مربوطة، بعد إضافة ياء الملكية تصبح الكلمة حقيبتي، وحولت التاء من التاء المربوطة في كلمة حقيبة إلى تاء مفتوحة في كلمة حقيبتي. كلمة لعبة بعد إضافة لها ياء الملكية لعبتي، وحولت التاء المربوطة في كلمة لعبة إلى تاء مفتوحة في كلمة لعبتي. تدريبات على ياء الملكية. ادخل على الكلمات الآتية ياء الملكية. السؤال الأول، ادخل على الكلمات الآتية ياء الملكية. كلمة قلم، كلمة كتاب، علم، أب، أم، مدرسة. ونلاحظ أن كلمة مدرسة تنتهي بتاء مربوطة، أخ، أخت، ولد. مرة أخرى، ادخل على الكلمات الآتية ياء الملكية. قلم بعد إضافة ياء الملكية قلمي، كتاب بعد إضافة ياء الملكية كتابي، علم بعد إضافة ياء الملكية علمي، أب بعد إضافة ياء الملكية أبي، أم بعد إضافة ياء الملكية أمي، مدرسة بعد إضافة ياء الملكية مدرستي. ولاحظ إن كلمة مدرسة تنتهي بتاء مربوطة، عند إضافة ياء الملكية تحولت إلى تاء مفتوحة مدرستي. أخ بعد إضافة ياء الملكية أخي، أخت بعد إضافة ياء الملكية أختي، ولد بعد إضافة ياء الملكية ولدي. السؤال مرة أخرى، ادخل على الكلمات الآتية ياء الملكية. قلم قلمي،
كتاب، كتابي، علم، علمي، أب، أبي، أم، أمي، مدرسة، مدرستي، أخ، أخي، أخت، أختي، ولد، ولدي. نتابع تدريبات وأنشطة على ياء الملكية. ادخل على الكلمات الآتية ياء الملكية: كلمة قلم، كلمة كرة، كلمة لعبة، كلمة حقيبة، كلمة وطن، كلمة ألوان، كلمة يد، كلمة فصل، كلمة قميص. السؤال مرة أخرى: ادخل على الكلمات الآتية ياء الملكية: قلم بعد إضافة ياء الملكية قلمي، كرة بعد إضافة ياء الملكية كرتي، ولاحظ إن كلمة كرة تنتهي بتاء مربوطة، بعد إضافة ياء الملكية حولت التاء المربوطة إلى تاء مفتوحة تصبح كرتي، لعبة لعبتي، ولاحظ إن كلمة لعبة تنتهي بتاء مربوطة، عند إضافة ياء الملكية حولت التاء المربوطة إلى تاء مفتوحة، حقيبة حقيبتي، نلاحظ أيضا إن كلمة حقيبة تنتهي بتاء مربوطة، عند إضافة ياء الملكية حولت التاء المربوطة إلى تاء مفتوحة، وطن وطني، ألوان ألواني، يد يدي، فصل فصلي، قميص قميصي. مرة أخرى: ادخل على الكلمات الآتية ياء الملكية: قلم قلمي، كرة كرتي، لعبة لعبتي، حقيبة حقيبتي، وطن وطني، ألوان ألواني، يد يدي، فصل فصلي، قميص قميصي. تابع تدريبات على ياء الملكية: ضع ياء الملكية إلى أجزاء الجسم التالية: شعر، ذراع، يد، قدم، أذن، إصبع، ساق. السؤال مرة أخرى: ضع ياء الملكية إلى أجزاء الجسم الآتية: شعر، ذراع، يد، قدم، أذن، إصبع، ساق. شعر بعد إضافة ياء الملكية شعري، ذراع بعد إضافة ياء الملكية ذراعي، يد بعد إضافة ياء الملكية يدي، قدم بعد إضافة ياء الملكية قدمي، أذن بعد إضافة ياء الملكية أذني، إصبع بعد إضافة ياء الملكية إصبعي، ساق بعد إضافة ياء الملكية ساقي. مرة أخرى: ضع ياء الملكية إلى أجزاء الجسم: شعر شعري، ذراع ذراعي، يد يدي، قدم قدمي، أذن أذني، إصبع إصبعي، ساق ساقي. هكذا يا أبنائي انتهينا من شرح درس اليوم، وهو ياء الملكية، ياء الملكية. ولنا لقاء جديد مع درس جديد من دروس اللغة العربية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.